دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، السيد اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السادة الوزراء، المحافظون، ممثلي الهيئات الدولية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بحضراتكم جميعاً في هذا اليوم وفي هكذا مناسبة، إذ يحتفل العالم كل عام في 9 ديسمبر باليوم العالمي لمكافحة الفساد. الفساد الذي يعد من أخطر القضايا التي تواجه أي دولة، ولا تقل تبعاته خطورة عن الإرهاب، بل يمكن القول إنهما وجهان لعملة واحدة، إذ يمثل الفساد أداة تقوض حركة التنمية الاقتصادية والسياسية. ومصر كانت دوماً على مر الأزمان من أسبق الأمم في ترسيخ مفهوم الدولة ورشد إدارتها وتوطين قيم النزاهة والشفافية ومواصلة العمل لمنع الفساد ومكافحته. فسنت القوانين التي صيغت بعناية وتوافرت الإرادة السياسية القاطعة لمواجهة الفساد في شتى صوره. وانطلاقاً من اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنفاذ القانون وتنمية الجهاز الإداري للدولة تعظيماً للقيم العالمية لحقوق الإنسان باعتبارها أحد ركائز أهداف التنمية المستدامة 2030، واتساقاً مع الاتفاقات والجهود الدولية، واطلاعاً من هيئة الرقابة الإدارية بدورها وهي الجهة الرسمية الممثلة لمصر لدى الأمم المتحدة، فقد أقامت الهيئة العديد من الفعاليات في مختلف الأقاليم والمحافظات. توجت بهذه الاحتفالية اليوم بهدف رفع الوعي وتوعية الشباب بمخاطر الفساد وإبراز جهود الحكومة في مجال منع ومكافحة الفساد. عن جهود الدولة المصرية في التنمية كأحد أساسيات ضمان حقوق الإنسان، نعرض لهذا الفيلم التسجيلي بعنوان طاقة أمل. التنمية مش مجرد كلمة أو رقم في معادلة اقتصادية. التنمية نتاج جهد وعرق، منهج كفاح ونجاح وجواز مرور لعبور جديد، بيضرب بإيد من حديد كل أشكال الفساد. التنمية رحلة عمل بتشكل حاضرنا وبتبني مستقبلنا وبتفتح لأولادنا وأحفادنا طاقة أمل. الأمل تطبيق العدالة الاجتماعية، الهدف تحقيق الكرامة الإنسانية، الغاية الحفاظ على مقدرات الأمة المصرية من كل عدوان محتمل على حقوقها التنموية. وعشان يتحقق الهدف كان لازم ننهض ونعبر المستحيل. قطعنا مسافة طويلة في رحلة الألف ميل برؤية مصر التنموية 2030. مصر مش هتتبني غير بدراعات المصريين. وفي 6 سنين قدرنا نحقق لمصر أحلام مؤجلة من 60 سنة. امتلكنا الجرأة وقدرنا نحلم وحولنا أحلامنا لواقع جديد بطول مصر وعرضها، ولسه ماشيين على الطريق الطويل. التنمية حق إنساني أصيل، مفيش حق أعلى ولا أغلى من الحقوق التنموية في حياة إنسانية كريمة، وعشان نصون مكتسباتها الشعبية وأملنا في تحقيق العدالة الاجتماعية كان لازم هيئة الرقابة الإدارية
وبدعم القيادة السياسية تحقق أعلى معدلات إنجازاتها كحائط صد ضد كل أشكال الفساد. نهضتنا التنموية هتفضل شاهدة على جهودنا الرقابية في مجال تجفيف منابع الفساد وتحسين مناخ الاستثمار ورفع تصنيف مصر الاقتصادي في المؤشرات العالمية، لأن هدفنا كان وهيفضل دايما حماية قيم النزاهة والعدل والمساواة، التحول الوطني للحوكمة والوقاية من الفساد، فرض سيادة القانون وتوجيه موارد الدولة لتحقيق أهداف مصر في التنمية المستدامة. احنا ما عندناش وقت، احنا بنسابق الزمن. وفوق كل ده هتفضل غايتنا تحقيق العدالة الاجتماعية بالحفاظ على إنجازاتنا ومكتسباتنا التنموية كواحد من أهم حقوق الإنسان على أرضنا الطيبة. هنفضل دايماً عيون مصر السهرانة على أمنها الاقتصادي والاجتماعي، لأننا شركاء في مسيرة البناء وأمناء على تحقيق الأمل لكل مواطن في حياة كريمة. بالتنمية بنحقق أهم حق أصيل من حقوق الإنسان، وبمنع الفساد بنصون مكاسبنا الاقتصادية ونكمل مسيرتنا التنموية ونواصل العمل عشان نفتح كل يوم طاقة أمل. ندرك دائما أن بناء الدول يحتاج إلى جهود المجتمع المدني ملازمة للجهود الحكومية ومتناغمة معها. عن هذا الموضوع يحدثنا السيد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معالي السادة الوزراء محافظين رجال الدولة، السيدات والسادة الحضور، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أكثر من 55,000 جمعية ومؤسسة أهلية بجميع محافظات مصر، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وجميع أسرة الرقابة على الدور الكبير الذي يقومون به لاقتلاع جذور الفساد دون تفرقة بين كبير وصغير. ورغم الحرص الشديد من قبل هيئة الرقابة على القضاء على البؤر الفاسدة، فإن هيئة الرقابة الإدارية كانت حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات للتوعية والتعريف بالفساد، أسبابه وأشكاله والآثار المترتبة عليه من خلال حملات التوعية، فضلاً عن رفع قدرات الدولة للاكتشاف المبكر لحالات الفساد والتصدي لها، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية في أكاديمية هيئة الرقابة الإدارية، والتي أشاد جميع المتدربين بدورها التعليمي والتنويري. وقد أشادت المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة بالتجربة المصرية واعتبرتها نموذجاً يحتذى به. لقد حرصت الدولة المصرية على التصدي للفساد والانحراف والمحاباة والوساطة
من خلال الدستور المصري، والذي خصص الفرع الثاني من الفصل 11 عن الأجهزة الرقابية، وهي هيئات مستقلة. وأكدت المادة 218 من الدستور عن التزام الدولة بمكافحة الفساد، والتزام الهيئات والأجهزة الرقابية بالتنسيق فيما بينها في مكافحة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وإيماناً من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالخطر الداهم الذي يسببه الفساد والآثار السلبية المترتبة عليه، فقد صارع بأن يكون أول استحقاق دستوري هو إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وشملت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 10 أهداف، خصص الهدف العاشر منها عن مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد. وبناء على ذلك تم تشكيل اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وضمت في عضويتها ممثلين من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية. وهنا لابد أن أذكر وأشكر معالي الوزيرة غادة والي، إن كان لها فعلا الدور الأكبر في دعم وفي هذا القرار، والدعم مستمر أيضا من قبل معالي الوزيرة نبيل القباش في نفس المنهج، دعم قوي جدا لمنظمات العمل الأهلي في مكافحة الفساد. وقد حرصت اللجنة على وضع خطة متكاملة لتحقيق الهدف العاشر من خلال أهداف فرعية تضمنت الارتقاء بمستوى أداء أجهزة المنظمات الأهلية وتحسين الخدمات الجماهيرية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتقدم بمقترحات لسن وتعديل التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد. وبعد مضي 4 سنوات على إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعلى الرغم من النجاح الذي تحقق من إجراء تطبيق الاستراتيجية الأولى، إلا أن مصر ليست بمنأى عن الفساد، وأن أي دولة من دول العالم لا تستطيع القضاء على الفساد بين عشية وضحاها، فكان إلزاماً إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المرحلة الثانية 19-22 مع إظهار التحديات التي واجهت استراتيجية 14-18. أما عن أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 19-22 فهي 9، خصص منها الهدف السابع والخاص بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، والهدف التاسع عن مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه. تضمنت الإجراءات للهدفين منها عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات بالتعريف بالفساد وأشكاله وأسبابه وكيفية الوقاية منه، تفعيل مدونات السلوك للقطاع الخاص المجتمع أو المجتمع المدني. وبالفعل صدر قانون 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي، والذي نص على التزام الجمعيات بالشفافية والعلنية
والإفصاح وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني وغيرها من وسائل النشر والعلنية الأخرى. كما تقوم الجمعية باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لدى الجمعية لائحة داخلية تنظم أعمالها. ويمكن هنا بأكد ورسالة للجميع أن مصر ومنظمات العمل الأهلي يعني النهاردة تنعم بحرية غير مسبوقة. ده ردًا على بعض من يشكك في ده، بنقول لأ، العمل الأهلي في مصر بيعيش أزهى عصره. حصول على الشخصية الاعتبارية مجرد إخطار، لا تدخل للجهات الإدارية في شؤون جمعيات، لا توجد حالات ممنوع الحبس وممنوع السجن كعقوبة، يعني في منظومة محترمة وفي دعم من قيادة الدولة للعمل الأهلي. كما تقوم وتأكيداً على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمضي قدماً للقضاء على الفساد، كان حريصاً على رعاية هذه الاحتفالية، ونتوجه بالشكر إلى فخامته على رعايته ودعمه المستمر والدائم للاستراتيجيات والمبادرات من أجل الوصول إلى وطن بلا فساد. ونتوجه بالشكر إلى معالي الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية على قرار ضم رئيس الاتحاد العام وممثل عن مصر الخير في عضوية اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد. وفي النهاية نؤكد على إصرارنا وعزيمتنا جميعاً على الالتزام بقواعد الشفافية والحوكمة وتكثيف منابع الفساد، وذلك من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة الرقابية معاً للقضاء على الفساد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. بيت العرب جامعة الدول العربية جهودها مستمرة لحفظ الأوطان والإنسان. السيد محمد الأمين ولدكيك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يتفضل بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين يوم يقوم الناس لرب العالمين. دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، معالي السيد لواء أركان حرب سيد حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي السادة الوزراء، أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات المنظمات الدولية والإقليمية، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور والاعتزاز أن نحضر هذه الاحتفالية الهامة للغاية، والتي تحظى بالرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور فعلي لدولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من معالي الوزراء وقامات وطنية مصرية وأجنبية رفيعة، والتي تعد سانحة ثمينة للاطلاع على أنجح الممارسات لمكافحة الفساد، نظراً لما تشكل هذه الظاهرة الخطيرة من تهديد للتنمية والأمن والاستقرار وسيادة القانون، والتي توليها جامعة الدول العربية على درجات الاهتمام والرصد، وتحيي كل سنة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بفعاليات بهيجة. ويسرني بادئ ذي بدء أن أتوجه باسم جامعة الدول العربية
بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى كافة العاملين بهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأخص بذكر معالي السيد لواء أركان حرب السيد حسن عبد الشافي أحمد لما لمسناه منهم من حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم والإعداد الجيد لأعمال هذه الاحتفالية، متمنياً لهم وللجميع التوفيق والنجاح. أصحاب المعالي والسعادة، سيدات والسادة، إن جامعة الدول العربية تؤمن بأن الوقاية من الفساد ومكافحته يعتبر من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضاً تعزيز البناء الديمقراطي للدول. وقد جاءت خطة التحدي والتطوير والتحديث التي أقرها القمة العربية في تونس سنة 2004 للتأكيد على عدد من المبادئ والأسس التي تساهم في خلق بيئة تشجع على منع الفساد ومكافحته، وفي مقدمتها تعزيز سيادة القانون وضمان استقلال القضاء ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز احترام حقوق الإنسان. كما تؤمن جامعة الدول العربية بأن التصدي للفساد من جذوره وإعطاء الأولوية للتدابير الوقائية يعتبر ركناً أساسياً لدرء مخاطر الفساد والحد من آثاره المدمرة على التنمية. وفي هذا الإطار تم تبني استراتيجيات شاملة متعددة المحاور لمواجهة كافة مظاهر الفساد، وتتمثل في سن التشريعات ووضع الآليات الوطنية اللازمة لذلك، وإنشاء هيئات عليا مستقلة لمكافحة الفساد تطلع بمهمة رسم السياسات وتنسيق جهود كافة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ خطط العمل وإصدار تقارير دورية بهذا الشأن. أصحاب المعالي والسعادة، سيدات والسادة، تضع جامعة الدول العربية في مقدمة أولوياتها مكافحة الفساد نظراً لما تشكل هذه الظاهرة الخطيرة من تهديد للتنمية والأمن والاستقرار وسيادة القانون، مدركة أن التصدي للفساد لا يقتصر على الدول وإنما يشمل أيضاً المنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني. وفي هذا الشأن تولي جامعة الدول العربية اهتماماً كبيراً لموضوع التعاون الدولي والإقليمي وتنسيق المواقف العربية والمشاركة بإيجابية في المحافل الدولية، سواء في مراحل إعداد الصكوك والاتفاقيات الدولية وبالتوقيع عليها والمصادقة عليها. كما شاركت جامعة الدول العربية بفاعلية في اجتماعات اللجنة المخصصة لإعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ورحبت بدخول الاتفاقية حيز النفاذ، ودعت الدول الأعضاء للانضمام إليها والتصديق عليها. كما شاركت في كافة دورات مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية، وأبرمت مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وتساهم بفاعلية في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها آلية ضرورية لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، والتي من ضمنها البرنامج الإقليمي للدول العربية لمكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية، وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 2016-2021، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم تخصيص برنامج فرعي مستقل يتعلق بمكافحة الفساد والجرائم المالية بهدف يهدف إلى العمل على مساعدة الدول العربية في الحد من الفساد. كما يستهدف البرنامج أيضاً تعزيز القدرات العربية على منع الفساد وتقديم الخبرات والتدريب وتحسين البنى التحتية اللازمة لمكافحته ودعم التدابير الوقائية الفعالة للتصدي له، وكذلك تحسين النظم الوطنية الجنائية لإدارة الموجودات من خلال توفير الخبرات اللازمة لبناء نظم فعالة لإدارة الموجودات متحصل عليها عن من جرائم الفساد، والعمل على تعزيز القدرات العربية في مجال مكافحة غسل الأموال وتقوية قدرات الدول العربية سواء المؤسسية والبشرية لتتبع عادات الجريمة والتعرف عليها وتجميدها وضبطها ومصادرتها.
هذا بالإضافة إلى التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي، حيث تم تنفيذ العديد من ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة باسترداد الموجودات، كما تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لتكوين كوادر عربية مدربة ذات خبرة دولية في هذا الشأن. وتم هذا بالتعاون بين جامعة الدول العربية ووزارة الأمم المتحدة المتخصصة. أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم، على الصعيد العربي تواصل جامعة الدول العربية دعم هذه الجهود الوطنية المبذولة في مجال منع ومكافحة الفساد والآثار المترتبة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز احترام حقوق الإنسان. ولعل أهم إنجاز تحقق في هذا الشأن هو قيام أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية العرب بإقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في اجتماعه المشترك بمقر الأمانة العامة جامعة الدول العربية بتاريخ 21/12/2010، كما أصدر مجلس وزراء العدل العرب أيضاً قراره رقم 874 في دورته 27 بتاريخ 25/15/12/2012 باعتماد القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد. كما توحي جامعة الدول العربية يوم 21 ديسمبر من كل عام كيوم عربي لمكافحة الفساد، وهو اليوم الذي يصادف تاريخ إصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 21/12/2010، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 11/17 بدورته 33 بتاريخ 23/11/2017. أصحاب المعالي والسعادة، سيدة والسادة، شكلت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إطاراً إقليمياً يكمل ويعزز دور اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، ويبلغ عدد الدول العربية المصادقة عليها حتى الآن 14 دولة عربية، وما زالت جامعة الدول العربية ممثلة في مجلس وزراء العدل والداخلية العرب مستمرة في حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لإتمام إجراءات التصديق عليها وإيداعي وثائق التصديق لدى الأمانة العامة. وتشتمل بنود الاتفاقية على ديباجة و35 مادة تتناول التعريفات والهدف من الاتفاقية: صون السيادة، التجريم، مسؤولية الشخص الاعتباري، الملاحقة والمحاكمات والجزاءات، التجميد والحجز والمصادرة، التعويض على الأضرار، الولاية القضائية، تدابير الوقاية والمكافحة، مشاركة المجتمع المدني، استقلال الجهاز القضائي وإجهزة النيابة العامة، عواقب أفعال الفساد، حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، مساعدة الضحايا، التعاون في مجال إنفاذ القانون قوانين، التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، التعاون مع السلطات الوطنية، التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص، المساعدة القانونية المتبادلة، التعاون لأغراض المصادرة، نقل الإجراءات الجنائية، تسليم المجرمين، نقل الأشخاص المحكوم عليهم، تحقيقات المشتركة، أساليب التحري الخاصة، استرداد الممتلكات، منع وكشف حالة العائدات الإجرامية، التعاون الخاص، إرجاع الممتلكات والتصرف فيها، تدريب والمساعدة التقنية بالإضافة إلى الأحكام الختامية. منصة المادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على إنشاء مؤتمر للدول الأطراف من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ليعمل على تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها الاتفاقية. وقد عقدت 3 دورات للمؤتمر تم خلالها اعتماد النظام الداخلي لمؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتشكيل لجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية. وتم اعتماد إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بالتشريعات الوطنية وأنجح الممارسات والتجارب الوطنية ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. كما تم خلالها اعتماد الدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات، وذلك تنفيذاً للنص المادة 27 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تنص على أن يعد استرداد الممتلكات مبدأً أساسياً في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال. والفقرة 7 من المادة 33 التي تقول بالحرف الواحد: ينشئ مؤتمر دول الأطراف إذا ما أرى ضرورة لذلك أي آلية أو هيئة مناسبة لمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. وحصها من الدول العربية على التعاون مع مجال مكافحة الفساد بكافة أشكاله وملاحقة مرتكبها ومتحصيلها
ولتعزيز الفاعلية في مجال المساعدة القانونية المتبادلة، فقد تم وضع هذا الدليل الاسترشادي الذي يحتوي على معلومات عملية حول الكيفية التي تستطيع الدول العربية الأطراف من خلالها تقديم المساعدة القانونية المتبادلة للدول الأطراف الأخرى حيال إرجاع الممتلكات والتصرف فيها، التي تشمل تعقب الممتلكات، التحفظ عليها مصادرتها، وتنفيذ الحقوق الأجنبية، بالإضافة لتوضيح الإجراءات التي تستطيع الدول من خلالها طلب المساعدة القانونية. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، في ختام كلمتي لا يسعني إلا أن أكرر تعبير عن تقديري والشكر لهيئتكم الموقرة على ما بذلتموه من جهد وعطاء للاطلاع بمهامكم وأنشطتكم في مجال منع ومكافحة الفساد وتشجيع اتخاذ تدابير وقائيات الصلة وتعظيم قيم التنمية والعدل والسلام واحترام حقوق الإنسان، وكذلك تثمين إنجازكم الكبير متمثل في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022. كما لا يسعني في هذا الشأن إلا أن أتقدم بشكر لهيئة الرقابة الإدارية على تنظيم البرنامج التدريبي المستمر لتشرف عليه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تابعة لهيئتكم الموقرة في مجال مكافحة الفساد والحوكمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعو الآن السيدة مارينا ويس ممثل البنك الدولي لإلقاء كلمتها. Your Excellency Dr. Mustafa Madbouly, Prime Minister, Mustafa Madbouly, رئيس مجلس الوزراء, معالي الوزير حسن عبد الشافي, وجميع السيدات والسادة, إنه لا يسرني ويشرفني أن أكون هنا اليوم لأتحدث في المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية, المؤسسة الهامة جدا والدرع الواقي لمصر في مواجهة الفساد في اليوم العالمي لمكافحة الفساد. حول العالم وفي كل الدول فإن الفساد قد استأصل جذور الاستقرار السياسي وكانت له عواقب وبيلة على طبعا الاقتصاد والخدمات العامة. من الممكن بل من المؤكد أن يعمل الفساد على كسر الثقة وأن يعمل أيضا على إيجاد بعض النتائج السيئة جدا. وبالطبع فإن المساوئ أو الكوارث التي تحدث للأفراد تزداد قوة بالنسبة للفئات المستضعفة من المستقبل. وبالتالي فنجد أن الفساد يزداد أيضا الاحتياج إلى محاربته في وقت انتشار الجائحة COVID-19. وهذا هام جدا بالنسبة للأجندة الخاصة بمكافحة الفساد. من أجل أن نضمن الصحة الجيدة يجب أن يكون هناك نوعا قوي من الثقة ما بين الحكومة والمواطنين وما بين أيضا كل ما يضر أو التحالف ضد ما يضر الاقتصاد المصري. ولذلك أن كل الرؤساء والمؤسسات الدولية حول العالم يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة كل الفئات التي تعاني من النتائج الكارثية للفساد. حتى في مصر نجد مثلا أن كل المؤسسات رفيعة المستوى هي تلعب مع الجاهزة القضائية أيضا وإدارة الرقابة الإدارية يتضافرون ويترابطون في كل الأعمال وكل النشاطات التي تضمن أن يكون هناك إشرافاً على عدم تفشي الفساد بل والقضاء عليه نهائياً.
أنا أستغل طبعاً سعادتي بوجودي هنا أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية والحكومة المصرية في مكافحة الفساد والقضاء عليه. لقد تقدم البنك الدولي ببعض المساعدات الفنية فيما يختص بمذكرة التفاهم التي تم تصديق عليها وموافقة عليها في واشنطن، وهذه الاتفاقية بالطبع تضم أن يكون هناك حقوق للاطلاع على المعلومات وجميع مراجعات الخاصة بمراجعة الأداء والتأكد من جميع قاعدة المعلومات لدى الحكومات والتي تساعد على القضاء على الفساد. كل هذا يعزز أن يكون هناك قاعدة بيانات يتم اتصالها بسجل موحد يعمل على إعطاء المعلومات الكثيرة للبرامج المختلفة. أيضا لقد ساند البنك الدولي وزارة التضامن بإحياء ودعم برنامج تكافل وكرامة لصالح المواطن. أحب أن أنهي حديثي اليوم بأن جميع قيم البنك الدولي والتعاون مع الرقابة الإدارية والحكومة المصرية سيظل قائما، ونحن نتطلع على أن يظل هذا التعاون والتنسيق قائما. أحب أيضا أن أؤكد على التزام البنك الدولي على الاستمرار في دعم كل الجهود المصرية والرخاء للمجتمع المصري، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الكلمة الآن للسيد إيمانويل أوليتا أوندونكو، رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية الكونغو. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Your Excellency, the Prime Minister. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. سيداتي والسادة أعضاء الحكومة. Monsieur le Ministre en charge de l'autorité du contrôle administratif. Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique. سيداتي والسادة أعضاء Mesdames et Messieurs en vous rend ces grades toute préscience. أيضا باختلاف رتبهم مع احترام الألقاب والرتب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد وباسم اتحاد هيئات مكافحة الفساد في أفريقيا، وأيضا باسمي الخاص أقدم وأعرب عن عرفاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والسيد الوزير رئيس هيئة الإدارية للرقابة الإدارية وأيضا كافة الأعضاء على حسن الضيافة لوفودنا. وبعد 56 عاما من الخبرة والتجربة، فإن مصر وهي تستضيف هذا اللقاء عموم أفريقيا تؤكد إرادتها العازمة السياسية على مكافحة الفساد. وفي 2019 وعلى هذه الأرض المصرية قد أقيمت بالتتابع فعاليتان على أعلى مستوى في موضوع الكفاح ضد الفساد. الأول هو المنتدى الأول للمنظمات الأفريقية المعنية بمكافحة الفساد، وأيضا الجمعية الرابعة العامة سنوية للاتحاد.
واليوم بعد عام من ذلك نحن الآن نتواجد ونتلاقى هنا لكي نحتفل معا باليوم العملي العالمي لمكافحة الفساد وكل بكل أشكاله الذي يعيق التطور والتنمية. بلد الفراعنة تجعل من المكافحة هذه هو الأولوية الأولى. معالي السيد رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، أن التآذر، أن العمل متآذرين معا، التآذر بين كل المنظمات وكل المؤسسات التي تعمل فضلا عن الحوكمة الرشيدة هو أمر ضروري لكي نصل إلى مبتغانا، بسبب أن نعلم تماما أن الفساد يطيح بدخول وبإيرادات الدول وبكل المصادر الثروة، أن الفساد والرشوة والاختلاس والغش هي قد ليست قدرا محتوما. ويمكنني أن أقول أن الرفاهية المادية ورفاهية الاجتماعية والمعنوية في عصرنا هذا إنها لمطالبة مشروعة لكل المواطنين، وهنا أمر محتوم. هذا مع اعتبار أن الخطر كبير الذي يهدد دولنا. إننا نتفق معا أن ليست هناك دولة يمكنها أن تقوم وحدها بإنجاز هذه المهمة دون معونة الآخرين وتعاونهم، ولهذا فنحن نعتقد أننا متحدين معا سيكون هناك أثر إيجابي لقوتنا الضاربة ضد هذه الفاقة وهذه الكارثة التي تسمى الفساد. وأنه بالنظر إلى التطور الحادث في الوضع المؤسسي في بلدنا، فإن القطاع الذي كان معنيا بمكافحة الفساد لم ينجو منه، ولهذا لا أود أن أمر مرور الكرام في شأن هذه المعلومات المفيدة والضرورية. فإن جمهورية الكونغو هي وهي موقعة على الاتفاقات الأمم المتحدة والمنظمة الأفريقية في شأن الفساد، إنها تعرب عن إرادة حقيقية سياسية لمكافحة الفساد، وأنه لكي نصل إلى هذا المبتغى فإن الكونغو زودت عامي 2006 و2007 بمؤسستين لمكافحة الفساد، وهاتان المؤسستان قد تم حلهما بمقتضى قانون، وهذا منذ 7 فبراير شباط عام 2019، وأنشئت محلها هيئة إدارية مستقلة تتمتع بكافة المميزات لكي تكافح ضد الفساد. وهذه المؤسسة الجديدة تتطلع بمهمة منع ورجع ومقاومة ومحاربة الفساد والاختلاس والغش وكافة الجرائم المرتبطة، وهي من خلال هيكلها. فإن هذه الهيئة العليا لمكافحة الفساد لديها رئيس وأمين عام وأقسام وأيضا عدد كبير من المحققين القائمين بالتحريات، وقد تم تعيين العاملين بها في 13 يوليو عام 2020، وقد قاموا بأداء اليمين أمام محكمة الإسناد، وهنالك ترسانة من القوانين لتنظمة. الحق أن الفساد هو الآن هو إحدى المشاكل الأساسية التي تهدد قارتنا، وأنها تؤثر تأثيرا ضارا بها وتلحق ضررا جسيما بالعلاقات الاجتماعية، وأيضا تطيح بثقة المواطنين في أجهزتها. السيدات والسادة والسيد رئيس الوزراء، لكي أختم كلمتي، إنني أنتهز هذه الفرصة
بأن أقول أن الوقت قد حان للتذكير بأننا نقوم بتعزيز التقدم الاجتماعي وأيضا التضامن الوطني في كل بلد أفريقي، وأن أيضا أن نقلص الفقر إلى المستوى المقبول، وأيضا أن نصل إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن نصل أيضا برفع دخولنا، وأن نقوي وحدة وطنية، وأن نشرك المجتمع المدني في إدارة الدولة، وأن نقوم بتدعيم التعاون الدولي. ففضلا في 8 ندعم سلطة الدولة، ورقم 9 أي نقوم بتعزيز التعليم والمعلومات والاتصال من أجل تغيير السلوك، ورقم 10 أيضا أن نقوم بتدعيم ديمقراطية تحيا أفريقيا خالصة من الفساد. أشكركم. شكرا جزيلا السيد إيمانويل أوندونكو رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية الكونغو. في هذا الوطن كانت أول حضارة عرفها التاريخ، فشع منها السلام والخير والبناء، ومصر الجديدة تأتي اليوم برؤى حالمة تحولت إلى دستور من العمل والأمل يستهدف بناء الإنسان وكرامته. السيد الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيد اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيدات والسادة الأعزاء، يسعدني ويشرفني أن أشارك في هذا الاحتفال تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تقيمه هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهي مناسبة تطل علينا بالتفاعل مع قضايا عديدة مترابطة. يسعدني أن أستهلها بالإعراب عن تقديري الشخصي وتقدير المجلس القومي لحقوق الإنسان للدور المشرف الذي تقومون به في الإدارة هيئة الرقابة الإدارية، وظهيركم من أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد وحماية الإنجازات التي تحققها الدولة والمجتمع. وهي مهمة لا تقف عند حماية ثروات الدولة وممتلكاتها فحسب، بل تمتد لحماية مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بل وأيضاً لحقوق الإنسان التي تتعرض بدورها لانعكاسات مباشرة. فعلى مستوى الاقتصاد، على المستوى الاقتصادي يؤثر الفساد على مناخ الاستثمار ويزيد من تكلفة المشاريع، ويؤثر على الأسعار وإيرادات الخزانة العامة للدولة، ومن ثم على قدرتها على توفير الخدمات العامة الأساسية، كما يؤثر على عدالة التوزيع وزيادة الفقر. وتؤدي الفساد على المستوى الاجتماعي إلى اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وزيادة نسبة المهمشين، ويقود إلى التشكيك في فاعلية القوانين في قيم الثقة والأمانة. ويمس في مجال حقوق الإنسان كل عناصرها، حيث تقضي على قاعدتها الجوهرية وهي المساواة وتكافؤ الفرص بين الناس، ويقود إلى التشكيك في فعالية القانون. السيدات والسادة الأعزاء، لقد مرت مصر عبر ثورة يناير وما كشفت عنه من قضايا فساد عن تجربة مريرة عرقلت استرداد الدولة الكثير من الأموال التي تم نهبها،
وخاصة تلك التي تم تهريبها للخارج عبر بعض الثغرات القانونية. واضطرت الدولة إلى التصالح مع بعض المتهمين نظير استرداد بعض حقوقها. وإذا كان نمط القضايا التي تكشفها الدولة منذ ثورة يونيو 2013 وكذا حجم التعديات التي كشفت عنها جهود الدولة في مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعدد المتورطين في مخالفة القوانين تعبر كلها عن ضراوة الفساد واستشرائه، فإن نجاح الدولة في التقدم 12 مركزاً على مؤشر مدركات الفساد في تقرير منظمة الشفافية العالمية في عام 2018 يوضح بدوره أن جهود الدولة في مكافحة الفساد لا تضيع هباء، وسوف تعززها سلسلة الإجراءات والتدابير التي استخدمتها الدولة لتعزيز الحوكمة مثل الرقمنة والفواتير الإلكترونية وغيرها من الإجراءات المماثلة، وهو استنتاج لا يقوم على التفاؤل فحسب، ولكن تعززه معلومات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أفصحت عن تراجع الفقر لأول مرة منذ 30 عام. وفي اعتقادي ويعتبر أن هذا يعتبر هذا مؤشراً بالغ الأهمية يعطينا الأمل في إمكانية القضاء على الفقر قضاءً مبرماً بنهاية عام 2030 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 الذي سبق أن شاركنا في اعتماده. وبهذه المناسبة نحيي الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي على ما أعلنه وما قام به في خلال هذه الفترة. وختاماً فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيد اللواء قرن حرب حسن عبد الشافي والهيئة الرقابة الإدارية لدعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان لهذه الاحتفالية. والمجلس القومي يمد يد التعاون معكم ويعاهدكم على أنه لن يدخر جهداً في أن يترجم بروتوكول التعاون المشترك الذي وقعناه سوياً اليوم إلى برنامج عمل يجسد نظام يجسد تطلعاتنا المشتركة في مكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان. السيدات والسادة أشكركم والسلام عليكم. شكرا جزيلا السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على هذه الكلمة. الكلمة التالية لصاحبة مسيرة عطاء لوطنها حافلة، هي اليوم تستكمل هذه المسيرة من خلال منصبها الأممي، السيدة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيينا. مش عاوز أطول على حضراتكم. سيد المهندس رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، أصحاب المعالي الوزيرات والوزراء، الحضور الكريم، يشرفني ويطيب لي أن أكون معكم اليوم في القاهرة للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد. إن مصر بمكانتها البارزة ودورها الرائد في العديد من المحافل الدولية تعد منبراً رئيسياً للاحتفال بهذا اليوم العالمي الذي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003 لزيادة الوعي على مستوى كافة دول العالم حول مشكلة الفساد وإبراز دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في منع هذه الجريمة ومكافحتها. وتتعاظم أهمية هذه الاحتفالية التي تشهدها القاهرة اليوم، حيث أنه في خلال عام من الآن وبالتحديد في ديسمبر 2021 سوف يجتمع العالم في مدينة شرم الشيخ للمشاركة في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو الاجتماع الذي تستضيفه مصر ويأتي في أعقاب الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع عقدها في شهر يونيو 2021.
وهو المؤتمر الذي ستؤول له مسؤولية وضع الإعلان السياسي رفيع المستوى الذي سيتم تبنيه خلال هذه الدورة ووضعه في حيز النفاذ. وعليه فإن هذه الفعاليات الدولية البارزة من شأنها تحفيز الاستجابات الوطنية والدولية لمكافحة الفساد، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يعد معها منع ومكافحة الفساد أمراً ضرورياً للتعافي من الأزمة الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن وباء كوفيد-19 والعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. لذا واعتباراً من اليوم سوف نبدأ معاً عاماً كاملاً، عاماً حافلاً من العمل الجماعي المشترك على المستوى الدولي لمكافحة الفساد. وهنا أود أن أشير إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي أتشرف برئاسته من فبراير 2020 يعد المسؤول دولياً عن متابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، كما يعمل على دعم جهود الدول 187 الأطراف في الاتفاقية من أجل تعزيز التعاون فيما بينها وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في إطار الاتفاقية. كما يدعم المكتب الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة والإعلان السياسي ويقوم بدوره كأمانة عامة لمؤتمر شرم الشيخ. وهنا أود أن أؤكد على التزامي وحرصي الشديدين على تسخير جميع إمكانات وخبرات المكتب لخدمة خافة الدول لتحقيق أقصى استفادة من هذه الدورة الاستثنائية ومن مؤتمر شرم الشيخ بهدف إحراز تقدم ملموس في مجال مكافحة الفساد على مستوى العالم. وفي ضوء ما تقدم، يعد عام 2021 فرصة سانحة ليس فقط لمصر باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر شرم الشيخ، بل للقارة الإفريقية وجميع دول العالم للأخذ بزمام المبادرة والسعي نحو تحقيق المزيد من العدالة والنزاهة في العالم أجمع. إن دول العالم تمر حالياً بأسوأ أزمة اقتصادية منذ قرن من الزمن، حيث أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر المدقع لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً، ويقدر البنك الدولي أن تدفع جائحة كوفيد-19 ما يصل إلى 40 مليون شخص إلى حد الفقر المدقع في القارة الإفريقية هذا العام. ومن ناحية أخرى، فإن التدفقات المالية غير المشروعة تعيق قدرة القارة الإفريقية كما سمعنا على التعافي من تلك الأزمة، حيث يقدر تقرير التنمية الاقتصادية في إفريقيا لهذا العام قيمة رأس المال غير المشروع المهرب من القارة هذا العام بنحو 88.6 مليار دولار، أي ما يعادل 3.7 من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية، وهو ما يقارب إجمالي التدفقات السنوية الواردة من المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر السنوي مجتمعين. وفي الوقت الذي شهد فيه العالم تقدماً في استرداد الأصول والموجودات، إذ قامت مبادرة استرداد الأصول المسروقة المشتركة بين مكتبنا والبنك الدولي من عام 2010 إلى عام 2020 باستعادة 3 مليار دولار وإعادتها للدول، إلا أن ذلك لا يمثل سوى جزءاً ضئيلاً جداً من الأموال الطائلة التي يتم اختلاسها وغسلها وإخفائها من جراء الفساد حول العالم. ومما لا شك فيه أن الفساد يخلق حالة من الفقر وعدم الاستقرار وانعدام الأمان، ويؤدي إلى انتشار الجرائم بكافة أشكالها، حيث نجد أن تلك الأموال التي من المفترض أن تخصص من أجل الاستثمار في البشر وفي بناء المدارس والمستشفيات وتشييد الطرق يتم نهبها في أحيان كثيرة، بما يعيق مسيرة التنمية ويعمق فجوة عدم المساواة، تاركاً كثيراً من المجتمعات بلا أمل. وهنا يخلق الفساد لدى الشباب حالة من الإحباط وفقدان الأمل تجعلهم أكثر عرضة للتأثر بالخطابات الداعية إلى الانخراط في الأعمال الإرهابية والإجرامية، ولا سيما أن الفساد أحياناً وفي ظل ضعف سيادة القانون ومحدودية قدرات أجهزة إنفاذ القانون في بعض الدول يساهم في تمكين المجرمين والإرهابيين من العمل عبر الحدود من أجل غسل العائدات المنهوبة وتمويل أعمال الإرهاب. وجدير بالذكر أنه من الثابت لدينا أن الفساد يقف وراء العديد من جرائم الإتجار بالبشر والإتجار بالمخدرات والأسلحة النارية والصيد الجائر للثروة البرية ونهب الممتلكات والأصول الثقافية. ولذا فإن العمل المشترك لإيقاف الفساد وتكثيف التدفقات المالية غير المشروعة ومنع خروجها عبر الحدود قد يمكننا من حماية مجتمعاتنا وشعوبنا والمساعدة على منع الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية من العمل في مأمن من العقاب. ومن أجل تحقيق ذلك نحتاج إلى تضافر جهود جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، أخذاً بمبادئ التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، إذ لا يمكن لدولة أو إقليم واحد التصدي بمفرده لظاهرة الفساد.
فاسترداد العائدات المنهوبة المتحصلة من الفساد تعتمد على رغبة والتزام جميع الدول ذات الصلة بجهود مشتركة وتعاون صادق لحرمان المجرمين والفاسدين من الملاذ الآمن وتكثيف التدفقات المالية غير المشروعة. وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إطار عمل صلب عن طريق العمل على إقامة الشراكات وتحفيز التعاون بين الحكومات لمعالجة التحديات المتعلقة بالوقاية والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الأصول، كما أن الاتفاقية تدعمها أداة هامة هي آلية استعراض النظراء Peer Review Mechanism التي تساعد على تحديد وسد الثغرات المكتشفة في الأطر الوطنية والدولية لمكافحة الفساد، وتقوم بتلبية احتياجات الدول من المساعدات الفنية والتقنية. ولكن الأطر الدولية والالتزامات وحدها لا تكفي بدون وجود مؤسسات قوية لمكافحة الفساد يشرف عليها مسؤولون قادرون على تنفيذها بفاعلية. وأشير هنا إلى التعاون والمساعدة التقنية التي نوفرها لمساعدة الحكومات في بناء القدرات اللازمة لتحقيق ذلك. فمنذ بداية عام 2019 وحتى يونيو 2020 قام مكتبنا بمساعدة 87 من الدول الأعضاء والولايات القضائية في مراجعة التشريعات والسياسات وتسهيل إنشاء وتطوير مؤسسات مكافحة الفساد في أكثر من 20 دولة وتدريب ما يقرب من 1200 مسؤول من أكثر من 70 دولة حول سبل الوقاية والتحقيق والتقاضي فيما يتعلق بجرائم الفساد. ولقد أصبح هذا الدعم أكثر إلحاحاً في ظل الجائحة العالمية الحالية. فمنذ بداية أزمة كوفيد-19 قام المكتب بالاستجابة السريعة للدول الأعضاء التي تطلب الدعم الفني لتعزيز أطر النزاهة المالية والضريبية، كما أصدر المكتب أدلة إرشادية حول منع الفساد في تخصيص وتوزيع حزم الاستجابات الاقتصادية الطارئة، فضلاً عن إصدار العديد من الأبحاث الموجزة والأدلة حول الجريمة المنظمة الأدوية المقلدة في سياق وباء كوفيد. ليس هذا فحسب، بل قام المكتب أيضاً بتنفيذ مشروع تجريبي في إندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا لميكنة المناقصات الحكومية وعمليات الشراء للحد من مخاطر فساد المناقصات الحكومية. وفي لبنان قام المكتب بدور نشط لتدارك أثار الانفجار المأساوي الذي وقع بميناء بيروت، كما يطلع المكتب بدور ريادي في دعم الحكومة اللبنانية حالياً لتنفيذ التشريعات المعتمدة مؤخراً من أجل حماية كاشفي الفساد وإرساء نظام إقرارات الذمة المالية للموظفين العموميين ودعم استراتيجية وطنية جديدة للتصدي لهذه الظاهرة. من خلال إنشاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد وإرساء قواعد النزاهة والشفافية في لبنان الشقيق، وأتطلع خلال عام 2021 لتطوير وتوسيع نطاق أعمالنا المتعلقة بمكافحة الفساد من خلال توسيع قاعدة مشاركة الشباب والنساء وجميع الأطراف أصحاب المصلحة ودخول مجالات متنوعة، حيث نتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية والهيئات الرياضية المختلفة بهدف تعزيز النزاهة الرياضية وحمايتها من الفساد. وتظل على رأس أولويات المكتب لدعم جهود مكافحة الفساد تسخير التقنيات المستحدثة والميكنة لتعزيز الشفافية والنزاهة وتيسير إصدار التقارير وتوفير الخدمات العامة، مع تمكين المجتمع من المشاركة في آليات اتخاذ القرار وإعداد التقارير ووضع برامج التوعية. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن التصدي للفساد مسألة محورية لبناء مؤسسات خاضعة للمساءلة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في 2021 لدينا فرصة للارتقاء بالتعاون الدولي والجهد الوطني لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والتعافي بشكل أكثر نزاهة. ويلي اليوم العالمي لمكافحة الفساد يوم حقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر، مما يسلط الضوء على الصلة الوطيدة بين هدفين مهمين يعزز كل منهما الآخر. فنحن بحاجة إلى محاربة الفساد لتعزيز سيادة القانون ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت يجب أن تسترشد جهود مكافحة الفساد بمبادئ حقوق الإنسان وضرورة توفير العدالة للجميع. وفي هذا السياق فإنني أثني على جهود هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية للنهوض بحماية حقوق الإنسان، وأهنئها بالاتفاق الجديد الذي تم إبرامه مع المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم. وأتعهد في هذا المقام أن يكون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شريكاً يعتمد عليه لمصر وجميع دول العالم في هذه المساعي الحثيثة. وختاماً اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير لواء أركان حرب حسن عبد الشافي على دعوتنا للمشاركة في هذه الاحتفالية الهامة، كما أعرب عن خالص امتناني لحكومة جمهورية مصر العربية على شركاتها الفاعلة معنا وعلى جهودها الحثيثة للإعداد لاستضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة في ديسمبر المقبل.
ونتطلع لبدء العمل مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وجميع الأجهزة والهيئات ذات الصلة من أجل تعزيز العمل الوطني وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بينما نستمر في التزامنا بدعم اللجنة المنظمة للمضي قدما في الاستعدادات للدورة التاسعة. وتصب الأولويات الوطنية لمكافحة الفساد بالإضافة إلى رؤية اللجنة الوطنية في الشق الموضوعي لأعمال المؤتمر، كما تسهم الدورة القادمة في تسليط الضوء على الجهود المصرية في مكافحة الفساد، بينما يعد المؤتمر فرصة سانحة لتبادل الرؤى والممارسات الجيدة وتقديم نموذج مستقبلي يحتذى به. وتمثل استضافة مصر لهذا الحدث رفيع المستوى الذي يوافق نهاية عام 2021 مسؤولية جليلة، ونأمل حينما يجتمع العالم في مدينة السلام في شرم الشيخ أن تسهم ضيافة مصر للمؤتمر في ضمان التمسك بالالتزامات التي تم التعهد بها في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يكون لها تأثير فعلي وإيجابي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وبالنيابة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وبالإصالة عن نفسي، أود أن أعرب عن امتناننا للتعاون المتميز بين كافة جهات إنفاذ القانون في مصر وهيئة الرقابة الإدارية ومكتبنا، بما في ذلك تطوير وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد وبرامج التدريب وبناء القدرات وتعزيز المشاركة في آلية استعراض التنفيذ. لقد خطت مصر خطوات واسعة في السنوات الأخيرة للكشف عن حالات الفساد، مما يدل على ما يمكن تحقيقه حينما تتوافر مقاومات الدعم والمساندة السياسية رفيعة المستوى وانعكاسها الإيجابي على عمل مؤسسات الدولة. واليوم في اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2020، دعونا نعمل معاً للمضي قدماً للبناء على هذه الإنجازات الملموسة. دعونا نتعهد ونلتزم بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة لصالح مواطني العالم أجمع، انطلاقاً من القاهرة هذه العاصمة العريقة التي طالما أثرت وأثرت في البشرية ثقافياً واجتماعياً وسياسياً على مر العصور. تحياتي وتقديري، شكراً. شكرا جزيلا السيدة غادة والي على هذه الكلمة التي تطرقت فيها إلى حجم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية. عن هذه الجهود الحثيثة والمستمرة الحكومية وفي القلب منها هيئة الرقابة الإدارية وأعضاؤها ورجالها، نتابع فيلما تسجيليا عن هذه الجهود القيمة والمخلصة بعنوان حراس الوطن. من فجر التاريخ، من بداية الحضارة اللي اتولدت على أرض مصر، سطر أجدادنا حضارة للعالم كله على أساس القواعد الأخلاقية والوقاية من الفساد، وعرفوا معنى الحساب، الخير والشر، وأمنوا بيه وجسدوه بالميزان وريشة الحق. وكان قلب كل إنسان بيوضع أمامها على كفة الميزان ويشهد: أنا لم أسرق، أنا لم أغلق أذني عن سماع قول الحق، أنا لم أغش أحد، ولم أسرق أرض أحد، أنا لم أخالف القانون، أنا لم أضع نفسي موضع الشبهات. إحنا في هيئة الرقابة الإدارية المصرية بنشارك العالم قصة نجاحنا اللي بدأت كهيئة مستقلة طبقاً للقانون اللي تم وضعه لتنظيم صلاحيتها. والنهاردة وبعد آلاف السنين من التطور، بنحتفل كفريق عمل في هيئة الرقابة الإدارية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بقصة إرادة ونجاح مبنية على الالتزام بقواعد النزاهة والضمير اللي أجدادنا عرفوها ووصونا بيها، وبنطبق بكل حزم أرقى المعايير العالمية في الرقابة ومنع ومكافحة كل صور الفساد المالي والإداري والجنائي. وقد سطر دستور 2014 واجبات الهيئة ومسؤوليتها في مكافحة الفساد، فنظمت الهيئة صفوفها وأعادت ترتيب قوتها بأجهزة ووحدات تكنولوجيا معلومات باعتبارهم أسلحتنا في المعركة ضد الفساد، مع العمل على نشر وتطوير نظام التحول الرقمي ليشمل كل قطاعات الخدمات المقدمة للمواطنين وأنشطة الهيئة على مستوى البلاد،
اللي أصبح ضرورة في مجال تبادل المعلومات والخبرات لمواجهة الجرائم ذات الطابع الإقليمي والدولي، ولأن الهيئة في حالة تطوير وتحديث مستمر. وإيماناً من القيادة السياسية بأهمية التطوير، تم تعديل قانون الهيئة في عام 2017 ليسمح بتأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لبناء كوادر رقابية متخصصة وتطوير مهارات العاملين في الهيئة وتدريب العاملين بأجهزة الدولة المختلفة. واستطاعت الأكاديمية بدعم قيادات الهيئة ومختلف أجهزة الدولة إنها تتحول لمعهد ومنارة علمية حقيقية في برامج الماجستير الأكاديمية وبرامج العمل الرقابي والإدارة والتخطيط الاستراتيجي وغيرها من البرامج اللي بيتم تحديثها وفق أحدث نظم البحث العالمية. الاستراتيجية اللي محطوطة هي خطوة هائلة في اتجاه دعم مكافحة الفساد. ولأن قيادة الدولة بتؤمن إن مواجهة ومكافحة والقضاء على الفساد ومنابعه شرط أساسي من شروط التنمية، وإن دي مهمة لابد من اشتراك وتنسيق مجموعة من الجهات وأجهزة الدولة ذات العلاقة بقضية الرقابة ومواجهة الفساد، تم تأسيس اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لرسم السياسات والخطط ووضع الآليات لمحاربة الفساد والوقاية منه. وحرصت الدولة بأجهزتها المختلفة على توعية المجتمع ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية. الأجهزة الرقابية بالكامل غير مكبلة على الإطلاق، بالعكس كل التشجيع وعدم التدخل في شؤونها أبدا. من جانبها فقد أشادت الأمم المتحدة بالجهد المصري المبذول في مكافحة الفساد، وقامت بإدراج الاستراتيجية الوطنية المصرية كإحدى أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وفي ختام فعالية منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ وفي 9 من شهر ديسمبر تحديداً، أطلق الرئيس السيسي المرحلة الثانية لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. أنا بوجه الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على الجهد اللي بيبذلوه خلال المرحلة الصعبة اللي احنا فيها دي. النهاردة بنحتفل بإنجازات عام مضى وبنستقبل عام جديد، وكلنا كفريق عمل واحد في هيئة الرقابة الإدارية بنواصل الجهد والالتزام في خدمة وطن غالي، لأننا بنعتبر أنفسنا دائما حراس الضمير، حراس الوطن. يتواصل العطاء ويستمر الجهد من رجال هذه المؤسسة العريقة، يدركون أنهم على ثغر من ثغور هذا الوطن، يتحملون أمانة المسؤولية، يؤمنون عن يقين أن نهضة بلادنا ترتكز على عناصر أربعة: جودة تعليمها، نزاهة قضائها، حسن اختيار قياداتها، محاربة الفساد على كل مستوى. على رأس هذه المؤسسة العريقة رجل حظي بثقة السيد رئيس الجمهورية ودعمه، عرفناه مقاتلاً صلداً وبناء ماهر، جاء من صفوف القوات المسلحة ليواصل العطاء ويستكمل بعون الله ثم الرجال ما بدأه الأولون من الرؤساء السابقين لهيئة الرقابة الإدارية الذين تزدان بهم القاعة اليوم، ونسعد جميعاً بحضورهم. أدعو الآن السيد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد،
أتقدم لسيادتكم يا فندم بخالص الشكر والتقدير على تشريفكم ومشاركتكم لنا اليوم للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يؤكد عزم القيادة السياسية الصادق على إطلاق كافة قدرات المجتمع المصري نحو التصدي لكافة أشكال الفساد واستمرار الإرادة السياسية الداعمة لمنعه ومكافحته لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة في كافة المجالات، مما سينعكس أثره على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وصون حق الإنسان في حياة كريمة. ومن هذا المنطلق كان تنفيذ الاحتفال اليوم تحت عنوان مكافحة الفساد وأثره على التنمية وحقوق الإنسان، كما أتقدم بخالص التحية والتقدير للسيدات والسادة الحضور، وأرحب بممثلي الدول الشقيقة والصديقة. السيدات والسادة الحضور الكريم، لقد أقرت الجامعة العامة للأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار متحدون على مكافحة الفساد بهدف رفع الوعي بمشكلة الفساد، وقد كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدي إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة. فاليوم نحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وغداً هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مما يؤكد الارتباط بين منع ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان وحقي في العيش في بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية. وانطلاقاً من هذا المفهوم أدركت الجهات الرقابية في الدولة وفي القلب منها هيئة الرقابة الإدارية ضرورة مساندة جهود الدولة في كافة المجالات من خلال منظومة عمل تركز على آليات الرقابة بمفهومها العصري والشامل، بتوفير كافة السبل المانعة لحدوث الفساد من نظام إداري عادل يقدر المجتهد ويحاسب المقصر ومناخ ملائم للعمل والإنتاج طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. لما احنا نختار الناس على كل المؤسسات، الناس دي على درجة كبيرة جدا من النزاهة والشرف، انا متأكد ان ده هيسري في باقي قطاعات الدولة. مفيش مجاملة، مفيش محسوبية. ومن هذه القناعة تم إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته واللجنة الفرعية المنبثقة منها، ولقد شرف مقر هيئة الرقابة الإدارية عام 2014 بإطلاق السيد رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية الأولى لجمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الفساد 2014-2018. وفي مثل هذا اليوم عام 2018 ومن مدينة شرم الشيخ أطلق سيادته المرحلة الثانية 2019-2022 برؤية واضحة وبهدف الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلي قيم النزاهة والشفافية. ولقد حققت متابعة تنفيذ الاستراتيجية بمرحلتيها الأولى والثانية وحتى الآن العديد من النجاحات في شتى المجالات التي تمس المواطن بصورة مباشرة. واسمحوا لي يا فندم أن أستعرض وبإيجاز أبرز الممارسات الناجحة للدولة والتي تسهم في منع ومكافحة الفساد وتعزز من قيم النزاهة والشفافية. فكان الاتجاه لتحسين جودة الخدمات والارتقاء بالمساواة المعيشية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من أهم الأولويات. فبناء على تكليف السيد رئيس الجمهورية ساهمت هيئة الرقابة الإدارية في متابعة تنفيذ المشروعات القومية من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ لتحقيق أهدافها، كما تم إطلاق الإصدار الأول من المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعما لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي واستخدام نظم الذكاء الاصطناعي وإنشاء منصة مصر الرقمية وهي أداة الحكومة للتخلص من روتين التعامل الورقي وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن. وقد انعكس ذلك على تحقيق مصر قفزة في مؤشر عام 2020 الخاص بجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة أكسفورد إنسايتس إلى مركز 56 من إجمالي 172 دولة،
بتقدم قدره 55 مركز مقارنة بعام 2019. فضلاً عن إصدار الدولة للعديد من القرارات الإصلاحية والتي تراعي محدود الدخل دعماً لمنظومة العدالة الاجتماعية، ومنها الإصلاحات التموينية وبرنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعمارة غير المنتظمة خصوصاً أثناء جائحة كورونا، وأيضاً توفير الدعم لبرنامج وعي والذي يقدم منهجاً متكاملاً للقضايا المجتمعية وخاصة قضية تمكين ذوي الهمم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، وإطلاق قافلة إنسانية بتكلفة 1 مليار جنيه لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، والتي سجلت كأكبر قافلة إنسانية في مساوى جينيس للأرقام القياسية. وفي إطار ذلك كان من الضروري تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد بداية من الدستور والذي نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسؤولية التدريب في هذا المجال، فضلاً عن إصدار قانون الخدمة المدنية والذي احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والجدارة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى. ومن قناعة الدولة بأن منع مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية لا تكتمل إلا بمشاركة كافة أطياف المجتمع، كان من الضروري رفع مستوى الوعي بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وتدعيم ونشر قيم الشفافية والنزاهة وإتاحة المعلومات. فتم إعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء جهات إنفاذ القانون والعاملين بالمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، وعقد العديد من الدورات التدريبية لنشر قيم النزاهة والشفافية، وكذا قيام الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف بنشر الوعي بخطورة الفساد، فضلاً عن تدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمدارس والجامعات. وأخيراً بننطلق أن الفساد لم يعد شأناً محلياً، حرصت مصر على تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي لمنعه ومكافحته، فتم تشكيل هيئة الخبراء الوطنيين والتي تضم ممثلي كافة جهات إنفاذ القانون ووزارة الخارجية لتعزيز التعاون فيما بينها، وإعداد التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد، والتي أسفرت عن قيام سكرتارية الأمم المتحدة بإدراج العديد من الممارسات الناجحة لمصر على موقعها، والتي كان من أبرزها الاستراتيجية الوطنية. كما قامت جهات إنفاذ القانون بتبادل الخبرات وتوقيع بروتوكولات التعاون مع أجهزة المناظرة وتعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والمنظمات الدولية والإقليمية، وتدريب كوادر أجهزة مكافحة الفساد على مستوى 25 دولة أفريقية، وبإجمالي حتى الآن 749 متدرب بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا استضافة الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ عام 2017، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا بالنمسا، وأيضاً استضافة المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد عام 2019 وبحضور ممثلي ل 52 دولة أفريقية وعربية وتسع منظمات دولية. كما تقرر استضافة مصر إن شاء الله لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية عام 2021 في مدينة شرم الشيخ، وهو الحدث الأكبر عالمياً في مجال مكافحة الفساد. الحضور الكريم، إن الطريق ما زال طويلاً ويتطلب من الجميع الصبر والمثابرة، فمكافحة الفساد ليست غاية للمجتمع بل هي وسيلة لتحقيق التنمية وحماية حقوق الإنسان، وإنما تم تحقيقه من إنجازات بكافة المجالات حتى الآن، حظي بإشادة صندوق النقد الدولي وثقته في أداء الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على التعامل مع كافة الأزمات، بما يؤكد على أننا نسير على الطريق الصحيح بجهود صادقة وإرادة سياسية، على ثقة ويقين بأن التنمية هي الأمل في مستقبل أفضل، وأولى الخطوات لمنع ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان وازدهار الشعوب، وذلك مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا فندم اسمح لي يعني أخرج بره إطار الكلمة اللي مكتوبة. الحقيقة إحنا لما جينا نخطط لليوم دون كان التخطيط كله قائم على أن إحنا مشاركة المجتمع الرسمي للدولة، لكن الحقيقة اصطدمنا بحالة جميلة جدا يعني فرحاني ومدياني قدر كبير جدا من الطاقة الإيجابية أنا شفتها، لأن لقيت المجتمع المدني ولقيت القطاع الخاص وجميع القطاعات الدولة على مستوى 27 محافظة، جميع السادة الوزراء، كل الناس اللي هم معنيين بالشأن العام في مصر كلهم حطوا ايديهم معانا لإنجاح هذا اليوم، وإن احنا نبين مش بس للمصريين. الحقيقة أنا كان هدفنا الأساسي إن احنا طبعاً نوصل لإسراء القدر المعرفي بمكافحة الفساد ومنعه على جميع المستويات المجتمعية في مصر، لكن برضو أعطاء صورة حقيقية لمصر إنها جادة وعندها تمتلك الإرادة السياسية بدعم كامل من القيادة السياسية لهذا الموضوع، وإن هيئة الرقابة الإدارية فعلاً خدت التكليف اللازم إن هي تقوم بكافة الجهود اللازمة لمنع أولاً ثم مكافحة الفساد في حالة حدوثه. أنا بس هستأذن في فيلم صغير جدا لمدة دقيقتين بيبين اللي أنا بقوله دون كل الممارسات اللي تمت خلال اليوم فعاليات النهاردة واللي لسه كمان هتستمر. إحنا مستهدفين 3 أيام فعاليات مختلفة على جميع المستويات في جميع المحافظات، دخلنا مدارس الإعدادي، رحنا مدارس الثانوي، عملنا لقاءات مع الجامعات والمعاهد، كل النوادي تقريبا دخلنا معها يعني بفضل الله ثم بفضل جهود الناس اللي موجودة قدرنا ان احنا نعمل حالة مجتمعية. النهاردة انا لمستها في الماراثون اللي احنا عملناه من اول الهيئة هنا لغاية استاد القاهرة، الشباب والفتيات وكل الناس اللي كانوا موجودين فعلا عملوا لنا حاله جميله جدا من الاحساس ان فعلا الامل موجود ان احنا في يوم ما نقضي تماما على الفساد اللي موجود اذا كان لسه موجود في احد او بعض القطاعات اللي احنا بنحاول نحارب ان احنا نمنع هذا الكلام. فاستاذنك يا فندم. الرياضة المصرية ترفع شعار متحدون على مكافحة الفساد. تحتفل جمهورية مصر العربية باليوم العالمي لمكافحة الفساد والموافق 9 من شهر ديسمبر من كل عام. ولأن الشباب يمثلوا النسبة الأكبر من نسيج المجتمع المصري الذي يسعى بكل فئاته وعناصره لمقاومة كافة أشكال الفساد، لجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لذلك فقد حرصت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية على تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية التي تواكب احتفالات مصر باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والتي كان من بينها إقامة عدد من الأنشطة الرياضية مثل ماراثون الدراجات. بسم الله نتوكل على الله وأعلن انطلاق الماراثون في جميع محافظات الجمهورية على بركة الله. القفز بالمظلات بالإضافة إلى عدد من الرياضات المائية مثل السباحة والغطس والتجديف والشراع والتزحلق على الماء. وقد حرص شباب الرياضيين المصريون على رفع شعار متحدون على مكافحة الفساد، وهو نفس شعار اليوم العالمي لمكافحة الفساد والموافق 9 من ديسمبر 2020، مؤكدين على أهمية الرياضة ودورها الحيوي في نشر قيم الشفافية والعدل في مواجهة قوى الفساد بكل صوره وأشكاله، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية بكل أجهزتها ومؤسساتها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد 2019-2022 لتصبح مصر أقوى من الفساد.
شكرا جزيلا على كل هذه الجهود وهذه الأنشطة. شكر جزيل وموصول للسيد الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية على هذه الكلمة الضافية. الحفل الكريم. يذهب البعض منا بل يغرق في معاجم اللغة وتراثها بحثا عن المفردات الأكثر بلاغة وجزالة، فنعجز عن الإتيان بكلمات تصف حالة الشغف والعزم والهمة والإخلاص التي يجسدها السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عمله، وهو طامح إلى نهضة متفردة لوطنه وساعيا إلى عيشة كريمة لأبنائه. السيد رئيس الجمهورية وقد تفضل برعاية كريمة لهذه الاحتفالية، وجه بضرورة تكريم المتميزين في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والذين نجحوا في تقديم بيانات دقيقة ومفصلة عن نتائج التنفيذ في التوقيتات المحددة للمتابعة الدورية. فليتفضل دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي والسيد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لتكريم المتميزين. نبدأ بالدكتورة حنان محمد كمال محمد مرسي عضو هيئة تدريس كلية التربية جامعة حلوان. شكرا. الدكتورة سؤالين حسونة عبد المحسن حسونة رئيس مؤسسة سؤال للتنمية القانونية. شكرا. الدكتور طلعت عبد القوي السيد عبد اللطيف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. أستاذ الدكتور محمود السعيد محمود عبد الرحمن عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. الدكتور علي صديق محمد أحمد مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة أسيوط. السيد أحمد محمد علي أحمد مدير عام المكتب الفني للسيد وزير الثقافة. السيدة وزير الثقافة. السيد الدكتور هاني كميل معوض مليكة رئيس الديوان البابوي العام بطريركية الأقباط الأرثوذكس الكنيسة المصرية. فضيلة الشيخ صالح عباس جمعة صالح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأزهر الشريف. أداء لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي إليه يشار بالبناء، وإدارة لأزمات وتحديات مختلفة حدت بكل منصف إلى الإشادة بل والفخر بهكذا منظومة عمل مستندة إلى أسس علمية وآخذة دوماً بزمام المبادرة والحلول الواقعية. الكلمة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي أن أعبر في البداية عن سعادتي وسروري أن أتواجد معكم اليوم في هذا الصرح المهيب للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بحضور كوكبة من كبار قيادات الدولة وبين رجالات هيئة الرقابة الإدارية الشرفاء وعلى رأسهم معالي الوزير اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي رئيس الهيئة، فكل التحية والتقدير لكم جميعاً. لقد أدرك المجتمع الدولي خطورة الفساد لما له من آثار تقوض جهود الحكومات الرامية إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعوبها
وتهدد السلام الاجتماعي، ولذا سعت دول العالم إلى وضع إطار للعمل معا للحد من الفساد، وتبلورت تلك الجهود في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003. لذا أنتهز هذه الفرصة لأثمن كافة الجهود المبذولة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجهات إنفاذ القانون المصرية في هذا الشأن. السيدات والسادة الحضور، لقد انضمت مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إيماناً بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، وقد أولت مصر اهتماماً كبيراً بالعمل الدولي في إطار الاتفاقيات الأممية والاتفاقيات الإقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رؤيتها للتعامل مع الفساد. وتنطلق مصر في هذا المنحى من إرادة سياسية داعمة لمجابهة الفساد باعتباره العنصر المؤثر في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الإنسان، والتي تسير مصر على خطى تحقيقها بعزم ويقين. وفي هذا الشأن أشير إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المبادرة في مواجهة الفساد بمنظومة تشريعية ومؤسسية تتفق مع المعايير الدولية. ولقد تضمنت رؤية الدولة المصرية في استراتيجية التنمية المستدامة العديد من التوجهات العالمية والإقليمية لتشمل الأهداف 17 للتنمية التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، بالإضافة إلى أجندة 2063 التي صادقت عليها القمة الأفريقية عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014-2023 لتنفيذ هذه الأجندة. السيدات والسادة الحضور، إن من أولويات المحاور التي تضمنتها رؤية مصر محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والذي يستهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويقدم خدمات مميزة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة ويخضع للمساءلة ويعلي من قيمة رضاء المواطن ويتفاعل معه وصولاً للوقاية من الفساد ومكافحته وبتر أطرافه. وينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن جهود مكافحة الفساد لن تؤتي ثمارها إلا من خلال مواطن مدرك يدعم مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية. ومن هنا قامت مصر بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018 و2019-2022، وتم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، متضمنة العديد من الأهداف وسياسات التنفيذ ومؤشرات الأداء، كما تخضع الاستراتيجية الوطنية لنظم وآليات للمتابعة والتقييم، وقد نتج عن تنفيذها عدة ممارسات إيجابية تعبر عن رؤية الدولة وإرادتها الراسخة حيال الحد من مخاطر الفساد. السيدات والسادة، إن المنظومة الرقابية في مصر تشمل اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي أتشرف برئاستها، وتضم في عضويتها كافة الوزارات ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية بهدف وضع سياسات استراتيجية لمنع ومكافحة الفساد ووضع رؤية موحدة لمصر بالمحافل الدولية في هذا المجال. كما قمنا بإنشاء مؤشر محلي لمنع ومكافحة الفساد الإداري في مصر من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لقياس إدراك الفساد الإداري وجهود منعه ومكافحته. كما حققنا نجاحات في برامج تطوير الخدمات الحكومية لتحسين الأداء الحكومي وتوفير مزيد من الشفافية وتحجيم الفساد. السيدات والسادة، أؤكد هنا أن الحكومة المصرية من خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار متحدون على مكافحة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحت شعار حقوقنا وحريتنا دائما، عازمة على حماية حقوق الإنسان وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد، وقد توج هذا اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ويهدف البروتوكول إلى التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الإنسان وقيم النزاهة والشفافية ومنع مكافحة الفساد من خلال متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة وخطط تنفيذها، وتعمل الحكومة على دعم حقوق الإنسان من خلال التنمية في كافة أنحاء الجمهورية وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال البرامج والسياسات الفعالة التي تتبناها. كما أؤكد أن الحكومة المصرية ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لاستضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المقرر انعقاده في نهاية عام 2021، والذي يعد الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي. وفي ختام كلمتي أود أن أشارك هيئة الرقابة الإدارية رؤيتها خلال احتفال هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، التي تضمنتها كلمة الهيئة المنشورة عبر موقعها الرسمي، لنؤكد معا على أن مكافحة الفساد دور مجتمعي يقع على عاتق الجميع، فالضرر الذي يقع على المال العام يمس حتما جيب كل مواطن، والشراكة المجتمعية هي سبيلنا للحفاظ على مواردنا وحماية أهداف التنمية المستدامة وصون مستقبل الأجيال القادمة. دمتم درعا يقطع دابر الفاسدين ويبعث السكينة في قلوب الشرفاء ويصون للوطن مقدراته. كل التقدير لكل العاملين بهيئة الرقابة الإدارية، متمنيا لكم دوام العون والتوفيق في مهمتكم السامية، ولمصرنا العظيمة دوام الرفعة والتقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دولة الرئيس على هذه الكلمة المعبرة والضافية. تستمر الفعاليات لزيادة الوعي ورفع مستوى المعرفة بخطورة آفة الفساد التي تهدد كل أمل في النهوض والانطلاق. لذا فالتحية واجبة للدولة المصرية وقيادتها الوطنية المخلصة، والشكر جزيل وموصول لكل جهد يبذل من قبل الجهات المكلفة بالمواجهة والمكافحة والمنع، والشكر لحضراتكم جميعاً جزيلاً على الحضور ولكل من ساهم في خروج هذه الاحتفالية بهذا الشكل اللائق. ونسأل الله أن يحفظ الإنسانية جمعاء من كل شر أو وباء كان من صنع الإنسان أو اختبار من السماء. ودائماً أبداً تحيا مصر. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.